السلام عليكم، معكم أخوكم ولد الصوبة. أنا اليوم جيت باش نتكلم على واحد الشيء اللي هو ضرنا كاملين كشيوخ، والإخوان راهم تكلموا على بما فيه الكفاية، إنما أنا باغي عندي شي حويجات بغي نقولهم. من ضمنهم حنا تفاجأنا بالبرنامج عالم شهرزاد، وتفاجأنا بك سي نسيم حداد، وتصنتنا وسمعنا. بغيت نسولك انا، واش انت كاع نكرتي هذا الرواد وهاد الشيوخ اللي انت عشتي معاهم، واللي انت يعني هما اللي تعاونوا معاك ومدوا لك يد المساعده؟ هذه اولا. انت كتلقى الاسئله من عند السيده كتسولك كتقول لك على الرواد ديال العيط، على انت نسيتي ما بان لك والو، ما بانوا لك ولاد بن عقيده وفاطمه بنت الحسين اللي هما عطاو الكثير ولا زينين يعطوه، ما بانت لك حفيده الحسنويه، ما بان لك شيخ جمال الزرهوني، ما بان لك ولاد البوعزاوي اللي يعني شيخ فيه جوج شيوخ، بو شعيب البيضاوي وماريشال قيبو. يعني هادو شيوخ انا لا داعي لذكر الاسم ديالي، راه الناس تيعرفوا. حنا هاد الشيء كنوجهوه كنسمعوه للناس اللي ما تيعرفوناش، اللي هما غيسمعوك وربما غيطيقوك، ربما غيطيقوك، انهم عارفينش. حنا خاصنا نوصلوا لهم الحقيقه. انت فين قريتي؟ علاه ما بان لك حاجيب اللي هو مد لك اليد المساعده في الكثير؟ وملي سولوك على الرواد خاصك توريهم ليهم بحالك. حاجيب اللي هو تيقلد الحامونيه وكيقلد فاطمه بنت الحسين وباقي وعده شيوخ، فينهم ولاد بن عقيده اللي هو دزتي معاهم وقريتي معاهم ووروك من دوز ووروك كل حاجه، فين هما؟ الشيخ جمال الزرهوني يعني راه وراك الحقيقه، اللي هو انا كنت معاه وكنتي معانا وجيتي معانا انا والشيخ عابدين، ويعني ودزتي، ولكن هما حسبوك من الناس اللي هما يعني غيكون فيك الخير على الاقل، لانه راه يعني انت عبد جيتي لهذا البرنامج وسولوك على الرواد ذكرهم. انت ذكرتي الشيخات وما ذكرتي الشيوخ، فين هم؟ مبارك العوني ملي جبتي امتي شتي تحياتي ليها شيخه، ولكن قلتيها كتخدم مع كمانجه ديال من؟ مبارك العوني اللي هو خليفه ديال صالح السمالي، علاش ما ذكرتيش؟ ما ذكرتيش الشيخات. هنا راه حنا عندنا كاينين الرواد وكاينين شيخات، كاين عائشة الجرارية، كاين خديجة مرقوم، كاين خديجة بنت الغازي، كاين حفيدة الحسنوية، يعني هادو علاش ما تذكرش هاد الشيوخ؟ علاش؟ هي كسولتك على الرواد عطيتيها بأنه ما كاين حتى شيوخ، كاين هادوك الثلاثة، وذكرتي عناوين اللي هما لا علاقة لهم بالعيطة. حشومة، لا حشومة سي نسيم. حنا وانتظرنا منك، شديتي برنامج اللي هو سميتيه جماعتنا زينة، ما كاين باس، حنا كنترحموا على نجوم الأولى اللي كانت يعني نجوم الأولى كانت يعني عاصية الكثير، كانوا كيدوزوا ستة الفراق في السهرة، كنسمعوا من كل فني طرف، والعيطة ديما عندها مكان. أنت من نهار شديتي هذا البرنامج عمرنا ما شنا شي عيطة دازت، وقول لي أنت شمن عيطة درتي؟ بغيت غنسمعها. والو، نغال عناوين ولكن المصدر خاوي. علاش ما ذكرتي شيوخ؟ كاينين شيوخ هنا معنا، وكاينين شيوخ اللي هما راوينا الشيوخ، فينهم ولاد 700؟ علاش ما ذكرتيش ولاد 700؟ وانت على درايه على هذا الشيء، كتعرف بانه راه كاينين
يعني ولاد 700 اللي هما من تا هما ولاد البلاد وراه عندهم تقريبا واحد 20 سنه في الميدان، رواد من رواد العيط. علاش ما تكرتيهمش؟ ما بان لك حتى شي حاجه. انا راني كان كان كندوي غير بالاخص على 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 المدينه ديالنا، على العيوط الحصباويه وعلى العيوط المرساويه وشكون كيمثلهم. انا ملي تلقيتي السؤال ديال الرواد راه مبينين على رؤوس الاصابع، كنت ذكرتي منهم مع جوج ولا ثلاثه غنم. البرنامج داز كامل، قصيتيهم، قصيتي كل شيء. انتظرنا منك في في برنامج اللي هو كنتي منشط ديالو جماعتنا زينه، قلنا واحد النهار راه غيستضيف واحد 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 الفرقه اللي هي غتجي تعطي واحد العيطه. ما عمر العيطه سمعناها في هذا البرنامج. لقينا برنامج مكون من الكذوب، يلا كيجي واحد وانت ميكروك ديما في يدك، واش انت مفروض في هذا البرنامج ديما تدوز تغني فيه ولا؟ راه ما يمكنش. اويلي هذا الشيء راه الجمهور عارفه، وحنا كنوجهوا هاد 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 النداء للناس اللي ما عارفينش، والناس اللي سمعوا هذاك البرنامج وربما غيصدقوا داك الشيء اللي قلتي فيه.